سنتابع معكم توثيقات الجزء الرابع من توثيقات باب كيسان. وددت التنويه هنا أنه تم تجديد باب كيسان وما بداخله والباشورة، وفي داخله كان المسجد القديم، كان مهجورا ويعرف باسم مسجد الشاذوري. وعقد عند المسجد جسرا فوق الخندق، ومنذ ذلك الحين شاع على الباب اسم الباب القبلي، وكان على درب الشهر زوري أي درب البياع. ودرب البياع كان قرب باب كيسان من داخله إلى الشمال من حارة اليهود سابقا، يعني حارة اليمين اليوم، ودرب كليلة يعني درب كليلة القاضي، وفيه جامع الشهر زوري المعروف أيضا بمسجد السهر وردي، وعند ابن كثير درب الشاذوري، وأعتقد أنها مصحفة عن الشهر زوري. طبعا ذكره ابن عساكر بدرب البلاغة، لا أريد الدخول بالتفصيل أكثر من ذلك. وتم إغلاق البوابة مرة أخرى كما ورد عن مؤلفي العصر المملوكي المتأخر وبداية العصر العثماني مثل أبو البقاء البدري في نزهة الأيام، عفوا نزهة الأنام، وابن طولون في الشمع المضيئة في أخبار القلعة الدمشقية، والمقريزي بكتاب السلوك، وعلى الأرجح من وقت اشتباكات الأمير منقاش مع السلطان برقوق بالعصر المملوكي والحصارات المتتالية لدمشق، وكذلك في أوائل تسعينات القرن التاسع عشر والتي أدت إلى إغلاق البوابات. ويبدو أن باب كيسان هو الوحيد الذي لم يفتح أبدا، وتظهر النقوش والصورة الفوتوغرافية التي تعود إلى القرن التاسع عشر تظهر البوابة من الطوب المتهالك والمتدهور تدريجيا. وتشير اللوحة الرخامية الراكبة على يمين واجهة كنيسة القديس بولس عند الباب ما نصه باب كيسان جدد في العهد العربي وأدخلت عليه تعديلات في عام 1925. وكان باب كيسان متقدما هو والسور عن المكان الحالي للباب ببضعة أمتار إلى الجنوب، وقد شيد على جانبيه في العصر الروماني برجين عسكريين كبيرين للحراسة مع فراغ فوق الباب، ويتصل بالبرجين بهدف الحماية والدفاعية عن الباب. كما أن السور الشرقي الجنوبي لمدينة دمشق القديمة كان شديد التحصين بالأبراج الدفاعية التي انتشرت بكثافة بين باب شرقي وبين باب الجابية مرورا بباب كيسان والباب الصغير، وذلك لأن طبيعة الأرض المبسطة وكذلك عدم وجود عوائق مائية طبيعية كالأنهار والأشجار الكثيفة جعلهم يكثفون الأبراج عليها الأبراج والتي وصلت إلى حد 33 برجا دفاعيا. ونرى هنا الأبراج الدفاعية التي كانت قائمة على سور مدينة دمشق الجنوبي من جهة باب شرقي تحديدا إلى باب الجابية وبعدد 33 برجا دفاعيا، عدا أبراج الدفاعية الأخرى الواصلة من باب شرقي شمالا إلى باب توما وحتى باب الجابية من الجهة الشمالية، والبالغ عددها كلها حوالي 52 برجا دفاعيا. ونشاهد هنا الأبراج الدفاعية التي كانت قائمة على سور مدينة دمشق من عند باب توما، والأبراج قائمة على السور وحتى باب النصر في الغرب، والبالغ عددها حوالي 52 برجا دفاعيا. هذه بموجب خريطة المجمع العلمي العربي لدمشق القديمة في القرن السادس، بما في ذلك أسوارها وأبوابها وبعض محالها الأثرية التي وضعها الدكتور صلاح الدين المنجد
رحمه الله تعالى. ونشاهد هنا الأبراج الدفاعية الضخمة عند باب كيسان وقسم من سور المدينة دمشق في الجهة الجنوبية الشرقية باتجاه باب الصغير، حين كان كما أعتقد أنا شخصيا برجين متقابلين متناسقين، برج شرقي وبرج غربي. وقد شغلت القيادة العامة للجندرمة أو القيادة العامة للدرك العثماني هذين البنائين، فتهدم أحدهما البرج الغربي وبقي البرج الشرقي كما هو واضح في هذه الصورة. وأن الجزء العلوي من جسم السور قد رمم بأحجار صغيرة غشيمة كونه قد أضحى جدارا في إدارة الحراسات العثمانية التي أنشئت قبل أيام إبراهيم باشا المصري. ويبدو الجزء البارز من الأعمدة الخشبية للسقف في أعلى والتي شكلت على ما يبدو بناء إدارة الحراسات. أما البرج الشرقي الظاهر في يمين الصورة فقد أزيل بكل أسف لاحقا وبكل غباء وبكل حماقة في مطلع القرن العشرين. وقد ذكره الباحثان الألمانيان كار ويتسينجر وكار ويتسينجر عندما قاما بمسح ميداني شامل للأبنية الأثرية والإسلامية بدمشق ضمن البعثة الألمانية العثمانية، أن أبعاده كانت بطول 22 مترا وعرضه 9 أمتار وارتفاعه 11 مترا، وبه منسوب أو منسوبين من فتحات الأسهم وربما المستوى الثالث للدفاع عن البرج. ومن باكورة الصور التي وصلتنا عن باب كيسان الأصلي هي هذه الصورة النادرة التي التقطها المستشرق الفرنسي والمتخصص بالنقوش والنقود والمسخوكات الإسلامية هنري جوزيف سوفير حين كان مستشارا للقنصلية الفرنسية، وتصادف وجوده بدمشق أيام طوشة الستين والتقط صورا جميلة لدمشق، وهذه إحداها الصورة النادرة لباب كيسان في عام 1861. وقد التقط سوفير صورا عديدة في سوريا وتركيا وفي مدن مثل الجليل والخليل وبيروت ودمشق واسطنبول، وتحظى هذه الصور باهتمام بالغ ويتم الاحتفاظ بها لأهميتها التوثيقية في متحف أورساي بفرنسا. إلى هنا وينتهي توثيق الجزء الرابع من توثيقات باب كيسان بدمشق. سنتابع معكم التوثيق بالجزء الخامس، وبناء على إلحاح الأصدقاء أن تكون الحلقات قصيرة نوعا ما لضعف النت ولكي يتمكنوا من مشاهدة الجزء بسهولة، ونكتفي بهذا القدر من الفيديو. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.